شيخ. فالسؤال الثالث، طيب هل يجوز إعطاء مال الزكاة كاملا لشخص واحد؟ نعم، إذا كان من أهل الاستحقاق والاحتياج والمال ليس بالكبير الذي يفيض عن حاجته يجوز أن يعطى، يجوز أن يعطى مال الزكاة لشخص واحد، لكن بقيد ألا يكون مال الزكاة كبيرا جدا يخرجه فيصبح سريا تجب عليه الزكاة، إنما لسد حاجته، لسد حاجته ولرفع اسم الفقر والمسكنة عنه. نعم.